ثالثة لمنتخب تشيلي، ملعوبة ركنية عالية داخل منطقة الجزاء، وهنا هدف ياتي، هنا هدف ياتي لتشيلي، هدف أول في المباراة، والعرضية من الركلة الركنية تنفذ وتصطدم وتسجل في مرمى البيرو، وهدف أول في المباراة، وتشيلي إلى صدارة المجموعة بسبع نقاط بعد هدف يأتي بولادة متعثرة بكرة عرضية من الركنية، والأخطاء الدفاعية تتواجد، هذه عادة مرة أخرى، والأخطاء الدفاعية بالفعل تتواجد، هي من الركنية مباشرة تصطدم براموس، تصطدم في اللاعب البديل اللاعب أندري كاريلو، تصطدم في أندري كاريلو، وصدارة المجموعة يتنفس معها كلاوديو بورتي.